كتائب دعوة جاد تابع الوقت توحيد الآن تقول شارع الملعب بإذن الله من رجس عدي صابات الأسد. والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. صار في تقدم بالصبح حتى هلا الساعة 2 بالليل الحمد لله حتى نتحمل كتائب. والكتلة الثانية صارت لنا تم تحريرها من صابات الأسد وشبيحته. نحن الآن عم ناخذ الكتلة الثالثة اللي انتم شايفينها هي عند الباص الأحمر عند قصة الكهرباء المعروفة على يدك اليسار. والحمد لله يا صديق حمود عاوز جاله حمود احكي لي بقى ضروري ولا ليش عسر معهم شايفه فيه حمود ما بعرف مين اللي دخل اسمعهم يلا وبالزرن توقف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا فؤاد لا تطلع كثير لا تطلع والله البراكين فيها صلاقات بس هدول نحن مو مشطناها خالص هاي الكلمه احنا مشطناها بس الصدر ما قلنا هي بده الواحد يحسب اساس التسلل كمان معناتها انا لحالي لازم ما روحي مو اساس مسكه هي دوس على كتفي يلا هو قابس هي اذا مشط ولا زمر ولا ضيف شهر رمضان رمضان كلها فيها مضبوطه الحكايه طلعت لك على الطابع على الطابع عيني هيك طلعت لي حدا احنا مشان مجلس التسلم كمان بدنا برده في شباب لنا جوا يا ابو محمد من هول ايه من ساي وحده ثانيه صغيره صار وضعني يخوف الحجر هذا وضع الحجر شايفه شايفه شو صار؟ معلش في سبيل الله كله بسيط كله بسيط ان شاء الله ان شاء الله بدك مساعده روحي تعال حط مشح مشح هيك هون لا 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 والله ايه نشح ما ننسى برداي ابو في نشح الدنيا نشح شوف برداي اهون علينا اهون كثير والله يا ابو محمد والله البرداي اهون خلص ارجع نشح نشح بس من راسي هيك الدنيا هيك خلونا ندخل عليها ونخلص لكني اجى منه يستنوا خلونا ندخل على الباب والله اجى منه يستنوا مني ما تحس الشباب هذا احتراف الشباب واحد استنى لا تعال فيه صفع يلا